السلام عليكم يا جماعة. بصوا احنا هنقول لكم بس شوية حاجات كنتوا انتوا بتتلخبطوا فيها على طول، ودي بتأخرنا كتير قوي في الكيو، في نفس الوقت انتوا ممكن تعملوها ببساطة بسرعة وتخلي التاسكات اسرع عشان نقدر ان احنا نشتغل اسرع وما يرجعش شغل كتير تضيعوا في وقت. اهم حاجة زي ما انتوا شايفين هي شكل المنصة كده هوت، وطبعا دي الموجات الصوتية ودي اللي هي الموجة اللي شغالة دلوقتي. خلوا بالكم وحاولوا على قد ما تقدروا وما تستخدموش قوي الماوس. في عندك ممكن تستخدم الكيبورد، يعني انا مثلا دلوقتي عايزه اعمل السيجمنت ديت، باجي هنا اختار السيجمنت. اهم حاجه لازم تعرفوا ان ما ينفعش تسلم التاسك وفي اي كلام صيني هنا هوت، اوكي؟ لازم تبقى مكتوب valid او invalid، ماشي؟ يعني انا دلوقتي عايزه اعمل الحته ديت مثلا، اروح دايسه عليها واختار من هنا، ما ينفعش الاس والزد من هنا خالص، لا لازم اختارها من هنا اس واروح عاملها سيف. اوكي، بعد ما اعملها سيف زي ما انتوا شايفين لازم تبقى عندي invalid او valid، ما ينفعش اي تشاينيز هنا هو خالص كلام مكتوب. طيب لما تيجوا تشتغلوا اي شغل اهم حاجه السايلنت والزد، ناس كتير قوي بتتلخبط فيها. انا هدوس على الاس واي كلام هسمعه يا جماعه هسمعه، مش همس، انا بتكلم كلام واضح هسمعه. زي ما انتم شايفين الخط ماشي 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 هنا هو، مفيش اي حاجه خالص ولا اي موجه كده هو ظاهره زي الموجه ديت، يبقى انا هعملها ايه، هختارها سايلنت. طب في حاله ان انا مثلا وانا فاتح الاس عندي دوست عليها، بصوا لما بيبقى في كلام هنا اهوت كده، بصوا اجي اعمل هنا تاني، الصوت دوت صوت واضح انا سامعاه، ما ينفعش نتجاهله، بيبقى زد. اوكي، لو في ناس ساعات ممكن انا دلوقتي ماشيه بدل ما اتلطع واستنى كل دوت، انا ممكن ادوس هنا، بصوا بتبقى ماشيه بسرعه وتاكدت ان هي وصلت للاخر، اروح عامله زد وادوس سيف. اوكي، لو صوت اعلى يعني من الدرجه ديت اللي انا سامعاها عادي كده اهوت وانا قاعده، لدرجه اعلى ده كله لازم يكون زد، اقل من كده ده كله اس. اوكي، لو انا بعمل لك دي اس، اوكي، لكن لو بقول كده الحاجات دي كلها لا دي، او صوت مثلا كلب بيهوها والحاجات دي كلها لازم تكون باب اتقفل، دي كلها الحاجات اللي انت مميز الصوت، مميز يعني انت سامعه بوضوح، دي حلو. الكلام اللي انت مش سامعه اللي هو دي مش زد خالص يا جماعه، الزد هي الموجه اللي هي زي ما انت شايف كده بتبقى طالعه بالمنظر ده، ومش سم وسمعاها سمعاها كويس، لكن الحاجات الهمس مش هنختارها خالص زد، هنحطها اس. ولا زي ما قلنا بتختارها من هنا تدوس عليها invalid وتروح دايس الاس، ولازم تتأكد ان هنا عشان في بعض المشاكل في المنصة ما بتنزلش الاس ساعات، فخلوا بالكم، فاروح جاي هنا اهوت واروح دايس السيف. اول لما هدوس السيف هتأكد ان انا عندي هنا اهوت الاس بتاعتي نزلت تحت، سوري معلش هو فين اصلا، اهي الاس بتاعتي نزلت تحت، وما تضغطوش كذا ضغطه يا جماعه، المنصه تقيله بسبب انكم عمالين تدوها اوردرات 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 فبتهنج معاكم. انا هدوس مره واحده واستنى، ما نفعتش ادوس تاني، ماشي، ما اقعدش ادوس كذا اوردر ورا بعض كذا كليك ورا بعض، دي هتوقف شغلي مش هستفاد اي حاجه. بصوا اجي هنا اهوت برده اضغط هنا واروح طالع فوق اشوف هنا اهوت، بصوا مفيش اي موجه اصلا، ففي ناس بتروح حطها زد، طب ازاي زد يعني ما هي اصلا ما فيش ولا موجه، طب ما توفر صحتك وتشتغل في شغل حاجه تانية بدل ما انت بتيجي. خلوا بالكم انا دلوقتي عملتها ست، بدل ما ادوس اس سيف من هنا اهوت بالماوس انا هدوس انتر، لما ادوس انتر بصوا راح ايه عملها انفاليد، يبقى انا اسرع ليا في الاستخدام ان انا ادوس انتر على طول، ادوس انتر ماشي. لو ما نفعش الانتر ولقيتها ما عملتش اروح جايه من فوق اعمل السيف، بس السيف دي يعني حاله شاذه. طب دلوقتي وانا باجي بفرغ اهم حاجه زي ما انتم شايفين مثلا هنا مرة في الكلام التعامل الشباب في الخدمات يعني الخدمات يعني انا دلوقتي عايزه اوقف الكلام، اوكي بوقفه من هنا او بفتحه من هنا ماشي، لكن انا اوريدي كنت اخترتها من تحت اهي اشتغلت اوتوماتيك، اوقفها هنا وانا بشتغل. طب انا عايزها انها تشتغل على طول، اول حاجه عشان اشوف البتاع لازم ادوس ان هو الاوتو دي تبقى متعلم عليها، واللوب دوت عشان يتنوا يلف ويقول الكلام تاني، بيقول الكلام تاني، محدش يقفل اللوب يا جماعه ويقول لي اصلا انا متضايق من صوته، لا عشان انت طول ما انت بتفرغ
تتفرغ لازم تسمع كل نفس هو بيقول. دلوقتي لو فتحنا البتاع دوت ودوسنا بلاي او مثلا دوسنا من تحت زي ما انتوا شايفين هي قالت و هي بتفكر بس يعني ما طولتش قوي. لو طولت قوي نعملها ايه؟ نسمعها تاني نتأكد. هي بتفكر وهي بتعمل. بما انها فكرت اروح جاي اعمل الهاشتاج واروح دايس الثلاث وحدات واقفلها كده واتأكد ان انا عملت صح. طبعا الواو بينها وبين الكلام اللي بعدها مفيش اي سبيس، مفيش اي مسافة، اوكي؟ لكن في الحالة الطبيعية بنسيب مسافة قبل ومسافة بعد، اوكي؟ واتأكد اني عملت ان هوت النقطة والكلام كله مكتوب زي ما الراجل بيقوله. مش دايما انا سامع، لو انا مش سامع يبقى اسمع كويس، اغير الهيدفون بتاعي، الهيدفون مش وحش اسمع من اللابتوب. في عندي هنا هو التنوين. التنوين يا جماعة ما تحطهوش في اخر حرف، ما جيش اقف هنا واحط التنوين. انا اقف هنا هوت واعمل سهم يمين، اوكي، اتاكد ان هو دخل على الحرف اللي بعده، يبقى انا هقف في اخر البتاع وادوس سهم يمين وبعديها اعمل كنترول حرف الدبليو فيتفتح لي التنوين اللي انا عايزه، اوكي. نيجي هنا هوت مثلا عايز احط على النون دي التنوين، هعمل هقف عندها اوقف اخر الحرف وادوس سهم يمين عشان اتاكد ان انا على اخر حرف واعمل شيفت دبليو. شيفت دبليو بصوا طلع لي الايه التنوين هنا اهو. خلوا بالكم من حاجه، انا دلوقتي مثلا مش شايف، اعمل ايه؟ شايفين الثلاث نقط دي يا جماعه؟ بتروح جاي هنا اهوت في عندك زوم، بروح مزود ايه الحجم البتاع بتاعتي، ماشي، بس ما تزودوهاش قوي يعني. زي ما انتم شايفين طلع التنوين اهو باين وجميل وكل حاجه. عايز الغيه ارجع تاني في نفس المكان بتاعي واعمل باك سبيس، اتلغى التنوين من غير الايه البتاع. في ساعات بنقول يتمنى، يتمنى بيبقى في ناس عايزه تحط مثلا الشده، بنعملها بنفس الطريقه بس شيفت حرف الزال، اوكي. طيب دلوقتي انا قدرت ان انا اكبر واصغر براحتي، وقدرت ان انا اكتب الهاشتاج اللي انا عايزاه في اللي هي لما بيمد بالصوت. طب انتوا في عندكم حالات تانية انتوا بتعملوها غلط. لما اجي الاقي حرف الفاء لما يقول فا دي ما بتتكتبش فا كده اهو خالص يا جماعه، اوكي، بتشيلها خالص وتحط بدلها النجمتين وبعدهم بتعمل اللي هي الهاشتاج وتحط الايه ثلاث وحدات، ماشي. يبقى حرف الفاء دي بنقولها بدل الفاء او الباء او اي حاجة بتتعمل كده اهو، ماشي، بنشيلها خالص وبنحط ايه البتاع ده ونكمل الكلمة خالص، مثلا فالحلقة مثلا، ماشي. يبقى نعملها زي ما قلنا ونسيب نتأكد ان في سبيس واحد بس عشان انت لما تيجي تعمل سيف مش هيسيف معاك. خلوا بالكم انا لو دوست سيف دلوقتي مش هيرضى يسيف معايا، ليه بقى؟ عشان انا مش حاطه النقطه، حط النقطه ادوس سيف هيقول لي لا خلي بالك انت شغلك غلط. طب ليه انا بيقول لي الجمله دي على طول بتطلع لكم بتجننكم؟ عشان هو دلوقتي لازم المنصه قبل النجوم ديت يا جماعه لازم ما نسيبش اي مسافه هنا هو، يبقى انا الغي المسافه دي. لو لغيت المسافه ديت ودوست سيف هتسيف. في ناس بتحط بعدها مفيش اي مسافه، هي المنصه بتقبل بس هم طالبين مننا ان احنا نعمل اللي قبلها بس هي اللي تتلغي المسافه، بعدها يبقى في مسافه، ماشي. عشان في ناس بتعمل العكس، بتعمل بعدها مفيش مسافه وقبلها مسافه. معلش حاولوا تظبطوا شغلكم ان قبلها مفيش مسافه وبعدها في مسافه، ماشي. فركزوا في الحكايه دي عشان ما يحصلش مشاكل. دلوقتي هندوس سيف، بصوا سيفت معايا، واتاكد اتاكد ان هنا اتشال الكلام، او لما اتشال الكلام يبقى المنصه اشتغلت. عشان في ناس ممكن انت مش واخد بالك الكلام هنا تنزل على اللي بعدها يتلغي كل النوتيفيكيشنز اللي انت عاملها وكل التعديلات. ادخل تاني واتاكد ان الكلام صح. هنا مثلا كاتبين موظفين وهي كاتباها ايه موظفين، هي موظفين، اتاكد من الكلام يا جماعه. واتمنى فعلا في اي كلام هي ما قالتهوش تلغوه تماما، تسيبوا الكلام اللي هي بتقوله بس تاكدوا انه اخره فول ستوب وادوس انتر. ما دوسي سيف عشان هتاخد وقت كتير في البتاع على اللي بعدها. يعني بس
بس أسلوب العملاء يكونوا مبسوطين، التعامل مع العملاء يعني بس تكون أسلوبهم مرة جيدة التعامل عشان مع العملاء العملاء يكونوا مبسوطين. عشان يعني بس حاولوا تكتبوا الكلام اللي هما بيقولوه بالظبط، او لو عايز تكتب اللغة العربية مفيش مشاكل، بس المهم ان الكلام اللي هما بيقولوه حاولوا على قد ما تقدروا تكتبوه. يعني بس الزباين، بصوا هنا قالت ايه؟ از الزباين. از دي بما انها قالت اي حروف ال او از او اي حاجة من حروف الكلمة، انا بعتبرها كلمة لوحدها وبحطها ان هي مش مفهومة. زي ما قلنا بعد الستارز بسيب سبيس، اوكي؟ قبلها لا. بص اسمع تاني، لو هي قالت از 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 برضو هتتحط واحدة نجمة يا جماعة، مش هنحط اكتر من واحدة، ماشي؟ الزباين زي ما هي بتتكلم بالظبط. الزباين العملاء، هنا بتقول الزباين العملاء. هاجي برضو هنا هدوس ستار وما سيبش مسافة واسيب بعدها مسافة. العملاء، العملاء او العملاء، ماشي؟ واروح حاطه الفول ستوب بتاعتي او النقطه واروح دايسه انتر. بصوا الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي مشاكل، ماشي؟ انا دلوقتي خلصت شغلي اهو. العملاء، واتاكد بعد ما اخلص ان الكلام مكتوب صح وان انا كاتبه صح. ادخل على اللي بعده واتاكد ان الاسات والزد دول فاضيين، لان ساعات بيبقى فيه كلام انت تحاسب على السيجمنت اللي انت بتعملها، الفاليد الانفاليد ما بتتحاسبش عليها، وفي ساعات بيبقى فيه كلام كتير في الاس، فانت المفروض انك انت تعمله مفيش اي مشاكل وكل حاجة. اجي ادخل على اللي بعدها وهكذا، الموضوع سهل وبسيط مفيش اي مشكلة. طب في حالة ان انا في الاس ولقيت هنا مثلا في موجة هنا هوت، او مثلا عايزه اقص الحته دي، اول حاجه هعملها هحدد المكان اللي انا عايزاه واشيل الاوتو دي واروح جاي في الحته دي واعمل دبل كليك، هيطلع لي المسج دي اقول له اوكي عايزه اقص. بصوا انا مجرد ما هعملها اتقصت خلاص. طب انا قصتها غلط وعايزه ارجعها، اعملها ازاي؟ اتاكد ان هي نفس السيجمنت واجي اللي هي السيجمنت الاوليه اروح عامله من هنا ديليت، اول ما هنزلها تحت هيتفتحوا الاثنين على بعض وهيتحط الترانسكريبشن الاثنين مع بعض، نفس الترانسكريبشن، امسك الواحده منهم والغيهم عشان هي نفس الكلام. طبعا هنا ما اقدرش الغي، هلغي من فوق، اشوف هنا كلمه طيب والغي اللي قبلها وادوس انتر، هيقول لي لا عشان ما فيش فول ستوب. بص انا بجيب لكم كل المسجات اللي بتطلع. بصوا بقت كلها محتاجة. دلوقتي احنا هندخل في حاجه برضو مهمه، في ساعات انت بيتقالك كلام بالانجليزي، يعني مثلا واحد عايز هنا هو تقول اي كلام بالانجليزي، مثلا هيقول مثلا اي حاجه، مثلا جود مورنينج، مكتب يعني الكلام اللي هو مش مشهور قوي. صح احنا كلنا عارفين جود مورنينج، بس عارفين انها برضو انجليزي، فاكتب جود مورنينج كده هو مش لذيذه، اوكي؟ وعاده بيبعتوها لنا في الايه، في الكيو بيجي لنا التاسكات ديت. هعمل انجلش واكتب جود مورنينج، اوكي؟ واجي هعمل هنا اهوت، بصوا هختارها ازاي، هعمل كليك ودراج، كليك ودراج، واجي هنا اهوت في التاج بتاع الانجلش، اتاكد ان مفيش اي سبيس قبله ولا بعده، واروح دايس التاج دوت. بصوا فتح لي التاج ازاي، مش عارفه هو فتحه. بصوا بعد ما خلصت اعمل الفول ستوب. خلوا بالكم انا لو عملت فول ستوب بالانجلش مش هتقبلها المنصه، مش هتقبلها، ماشي؟ فانا لازم احولها لعربي وبعديها ادوس ايه، كنترول ولا شيفت حرف الزال، ماشي؟ خلوا بالكم من الحته دي عشان في ناس كتير قوي بتحصل لها مشاكل بسبب الموضوع ده. طب وانا
انا بتكلم لقيت فجأة عندي الراجل خبط حصل كده مثلا اي حاجة، اروح عاملة ايه الان دي واتأكد ان الكلام اللي بعدها لازق فيها، ماشي. اي تاج من الان او الاس بي كي او الان اس بي اس دولك ما خليش سبيس بعدها، بس اخلي قبلها، يعني هي عكس الستار، ماشي. انا مثلا رحت عاملة او عملت اي صوت ببقي، ضحكت، زغرت، عملت اي حاجه ببقي عملت اي حاجه، عطست، يبقى هعملها اس بي كي، ماشي. وبرده بعدها الكلام يبقى لازم. طب في حاله ان كان في صوت بقى دوشه قوي، انا قاعده في الجنينه، قاعده في السوق وفي دوشه جامده قوي ورايا، والدوشه دي على طول موجوده، هشوف الدوشه دي بدات من امتى واروح حاطه ان بي اس. اوكي، يبقى الان او ان دي للحاجات المفاجاه، هنا هوت الاس بي كي للبيرسونز، الحاجه اللي سبيشال بيرسون سبيك، الحاجات بتاعته اللي هو بيتكلمها. هنا هوت الان بي سي ديت للباك جراوند بتاعي، ماشي. ما تتلخبطوش في الحاجات دي عشان سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله. طبعا لو الكلام اللي قدامك مش انجلش بتختار اللي هو الفورن، ممكن ساعات مثلا يبقى بيتكلم على حاجات مثلا في اي بلد تانية، باسباني، بفتي، نحطه برضو نفس النظام كليك ودراج ونعملها فورن. طب في حالتي انا مثلا عايزه اكتب نوع عربيه، الناس كلها عارفه ماركه شيفرلي، بس مش كل الناس مثلا عارفه الماليبو، فانا مش هكتب مثلا ماليبو بالعربي، ماشي، الا لو هي مشهوره قوي يعني، فاهمني، وعاده مش كل الناس تعرف البتاع. فانا هعمل ايه، هدخل مش هكتب بالعربي، وهدخل هنا هوت هعمل سيرش في جوجل على هي بتتكتب ازاي، الحروف بتاعتها ايه. ما انا مش هكتب مع نفسي، انا بدخل هنا هوت واكتب شيفرلي مثلا، شيفورلي ماليبو مثلا، ادخل على شيفورلي ماليبو. الكلام دوت في اي كلام بالانجليزي هتكتبه، انت مش هتكتب وتجرب فينا، انت لازم تكتب الكلام صح. اجي هنا هوت احاول ان انا ايه اقلبها انجليزي، هو خلاص عارف انا بدور على ايه، اقلب الكلام انجليش واكتب شيفورلي. بص، مجرد ما اكتب اول حروف شيفورلي ماليبو، بصوا فتحها لي، يبقى هي بتتكتب بالطريقة دي، بالطريقة دي. هاخد كل الموضوع ان انا هاخد من هنا كوبي واروح جاي في الايه في الشغل بتاعي واروح اعملها. سوري، الشغل بتاعي فين؟ اه هنا، الشغل بتاعي، واروح اعملها هنا هوت، اروح حاططها كده. اوكي، انا ما جبتش اي حاجه، مالكش دعوه بالفونت، هو هيغيره، واروح جاي هنا اعمل عليها علامه واعملها كده. بص، مجرد ما اتعملت اتغير الفونت وللفونت اللي هم طالبينه، ما اقعدش اكتب مع نفسي، ما اقعدش اكتب ماليبو، مين ماليبو دي، هو عايز الكلام الصح. يبقى انت تشوف الاول هي بتتعمل ازاي، ولو انت مش فاهم هو بيتكلم عن ايه حاول تفهم من سياق الكلام هو بيقول ايه، بيتكلم على العربية، بيتكلم على العصفورة، بيتكلم على اي حاجة، وحاول تكتب الكلام، ما تبقاش انت اللي بتسمعه بتكتبه، انت ممكن تكون بتسمع غلط. يعني انا امبارح كنت ماسكة تاسك كان الراجل بيقول فيه الو، وقالوا ديت ساعات بتتقال حلو وساعات بتتقال الو، انا ساعات في نفس التاسك بسمعه مرتين، بسمع كلمة حلو بسمع الو، بالعقل كده الراجل عمال يحاول يتواصل مع الشخص اللي معاه في التليفون، هيقول له حلو ولا هيقول له الو، بالعقل بيقول ان هيقول الو، فاكتب كلمة الو، ماشي، ما اكتبش كده مع نفسي حلو حلو هو ايه اللي حلو، صح، مع ان في اول بتاع خالص بيقول له ها انت سامعني كويس حلو، يبقى اول كلمة كانت حلو، لكن بقية الكلام ايه كانت الو، عمال يقول الو 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 الو، يبقى كلها اكيد الو مش حلو. اوكي، ولكن هو في وسط الكلام بيقول له ها حلو فبيقول له اه حلو، ماشي. فنخلي بالنا عشان في ناس بتكتب حاجات عجيبه، انا بيجي لي حاجات عجيبه فعلا، ازاي يا جماعه بتكتبوها، انا مش عارفه اصلا لحد دلوقتي. يعني هي دي تقريبا اغلبيه الحاجات اللي كان فيها مشاكل. هنرجع ونقول التاسك افتحه، بصوا انا مجرد ما هي بتقول اه اروح عامله ايه، اروح جايه هنا هوت اسيب مسافه واعمل الهاشتاج واعمل واتاكد انها مش ال اه ولا في اه ولا في با آه، الحاجات دي كلها لا، بحط بدلها ستار مش هاشتاج، بس بحط ستار وهاشتاج لو هي ومد فيها.
لو ما مدش بحط ستار بس. جت تتكلم تقول مثلا الناس اللي بتتهته، لما تيجي التهته تقول م م م مشكلتي، اروح حاطه ستار، ما احطش والزقها في الكلمه اللي قبلها، اروح جايه هنا اروح حاطه ستار ماشي، وبعدها سبيس. لو انا ما عملتهاش كده اهوت مش هتسجل ماشي. اتاكد ان الهمزات مكتوبه، ان الهمزات كلها تبقى مكتوبه، التاء المربوطه مكتوبه، اي حاجه زي ما قلنا الواو مش قبلها ولا مش بعدها مسافة، قبلها بس المسافة، النقطة الفول ستوب أو النقطة اللي في آخر بتاع تبقى لازقة في الحرف اللي بعده، ما سيبش مسافة ماشي. الكلام ده كله انتوا بتغلطوا فيه وملهاش أي حاجة. هنا هوت مثلا هو بيقول لي هنا هوت، خلوا بالكم انتوا بتعملوا، لو أنا دوست كده من غير ما أدوس سيف طبعا الكلام اللي أنا كتبته كله اتلغى وما تسجلش، زي ما انتوا شايفين كده ما تسجلش أي حاجة من اللي أنا كتبتها، لازم تسيف الأول وتدوس انتر الأول. هنا بيقول هنا هوت ايه البتاع، بيكون في حل ان شاء الله. هو ليه وقف؟ عشان انا ما دوستش على الاوتو سكرولر ولا سكرول بار ولا اللوب بلاي باك. بصوا لو ما دوس بيكون في حل ان شاء الله، بيكون في حل ان شاء الله. هو بيقول بيكون في حل ان شاء الله، اكتب هنا هوت شيفت ان، شيفت حرف الواي وبعديها ان، ان شاء الله. اوكي، في ساعات بيقولها ان شاء الله وفي ساعات بيقولها ان شاء الله ماشي. انا عن نفسي بحب اكتب الجمله كامله، في ناس بتقول لازم تكتبها زي ما هو بينطقها، بس انا عن نفسي احب اكتب حاجتي كامله، عشان لما انت بتكتب حاجتك جنبك، بصوا انا بوقفها طول ما انت حاطط الاوتو سكرول بار دوت. لو انت دوست على البلاي هيفتح لك السيجمنت اللي انت فيها، بس في حالة ان انا ما دوستش ديت ممكن يدخل على اللي بعدها ممكن ما يدخلش. لا طلع برضو عشان اللوب ايه اللي انا حاطه. في ساعات انت الكلام ما بيبانش، فانت بتعمل ايه؟ بتروح جاي هنا حاطط البتاع هنا وتشيل الاثنين دولت وتفتح من هنا. يعني انا بحط بتاع السيجمنت الرولر بتاعتي هنا واروح قافله وافتح من هنا. بصوا عشان انا شلت الاوتو وشلت اللوب بقدر ادخل على اللي بعدها، بس لازم افتح من هنا يا جماعه. زي ما انتوا شايفين دخل على اللي بعدها. طيب في حاله ان انا بشتغل لازم تعمل اللوب والايه والاوتو سكرول بار. لو هقص اقفل اشيل اللوب واشيل الاوتو سكرول بار من هنا، اتاكد ان حاجتي كلها او انفاليد. عايزه اقص اعمل دبل كليك واقول له اوكي، واتاكد ان الترانسكريبشن بتاعي صح، اتاكد ان مفيش اي تشاينيز هنا. في ايه تاني كنتوا بتتلخبطوا فيه؟ لو عاد الكلمه 3 4 مرات تكتب 3 4 مرات الكلمه اللي بتتعاد، لو ما كملش الكلمه بنحط بدلها ستار. دي اغلبيه المشاكل اللي بتحصل والحاجات اللي بايه. وهنرجع نقول الزد بيتحط بس في حاله ان انا مميز الصوت، الصوت مش همس، انا مميز الصوت لازم يوصل ل 60 درجه الصوت عشان اقدر اميزه. ما ينفعش يبقى فيه هنا هوت موجه طويله عريضه هنا هوت واصله للسقف واروح ايه اعملها اس. طب ازاي اس؟ ما انت سامعه. وبعدين ليه تضيع من على نفسك فلوس؟ ما كل دي فلوس، ليه ما تسيبش الفلوس؟ اهم حاجه ركزوا كويس واكتبوا الكلام صح، ما ابداش انا في اول السيجمنت اروح اعمل كل حاجه صح واجي في النص ما اكتبش اي حاجه واعمل نفسي عبيط ومش فاهم. عبيط ومش فاهم يبقى انت مش هتاخد ولا مليم من التاسك. واذا كان الكيو اللي معاكوا طيبين وبيحاولوا يصلحوا الشغل ويرجعوه لكم، ففي كيو مش طيبين، في كيو ما عندهمش وقت، وفي كيو هيسقطك وياخد فلوسك وهو يعمله وياخد التاسك. فخلوا بالكم في شغلكم عشان اتقوا ربنا عشان تاخد الشغل بتاعك صح. وخلي بالك لما الكيو يقول لك خلي بالك من كذا وكذا وكذا، ده معناه ان هو مش عايزك تقعد تضيع وقتك في اعاده تصليح الشغل. يبقى انا من اول مره اشوف رقم اتقال، اشوف التعليمات انفذها. عندي مشكله ومش هقدر اشتغل ابلغ الليدر بتاعي، اللابتوب حصل له مشكله، اي حاجه حصلت ابلغ الليدر بتاعي ماشي. موضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي مشاكل. وطبعا كلكم عارفين ان الابلاي فور ورك بينزل فيها الشغل. ربنا يوفقكم. ما دوسي سبميت خالص يا جماعه الا لما اتاكد ان هنا ما فيش اي كلام تشاينيز. لو هنا في اي كلام تشاينيز انت خلاص اترفض التاسك بتاعك. لو ما جاليش في الكيو يبقى انت مش هتاخد فلوس على التاسك ده.
فخلوا بالكم من الحتة دي. بصوا يا جماعة، انتوا دلوقتي انا مثلا هنا هوت مش سامعة كويس، هي بتتكلم وانا مش سامعة هي بتقول ايه، ماشي؟ فانا دلوقتي مثلا هفتح اسمع هي بتقول ايه. انا مش عارفة هنا هي بتقول از الزباين والعملاء، ولا بتقول ايه الزباين ايه العملاء. فانا لازم اتاكد انا سامعه ايه، مش هكتب مع نفسي كده. اوكي، فانت دلوقتي الصوت مش واضح لا في السماعه ولا في اللابتوب، هتعمل ايه؟ بتفتح زي ما انت شايفين هنا اهوت في الكروم، في زي هنا اهوت بازلز، او زي اللي هي الالغاز ديت، اللي هي القطع بتاعه الالغاز دي، لما بتيجي تعملها بتروح فاتحها كده بتدوس عليها، اسمها اكستنشنز. اكستنشنز ديت انت بتروح هنا دايس على ديسكفر نيو اكستنشن، اوكي، بضغط عليها واعمل فيزيت للمكان اللي فيه الاكستنشن. اوكي لحظة واحدة معلش، انا بعمل اللي هي مانج اكستنشن. اوكي، او لما بدخلها هنا يا جماعة، ده حاجة رهيبة جدا جدا، عاملها جوجل وموجودة في اغلبية البراوزرز، انك انت تضيف اي حاجه انت عايزها. انا مثلا هنا بدور على حاجه اسمها فوليوم، طبعا انا منزلاه عشان هو كده هو حاططه لك. انا عايزه فوليوم مثلا، بقول مثلا بوست مثلا فوليوم او فوليوم مثلا بس، وادوس انتر. زي ما انتم شايفين هنا هوت هيروح فاتح لي كل الحاجات اللي فيها ايه الفوليوم، ماشي؟ هو المفروض بيفتحها اوتوماتيك، بس انا مش عارفه هو ليه مش راضي يفتحها هنا. المهم يعني انت لو عملتها هيتفتح معاك المفروض على طول الشغل كله يتفتح، وهتلاقي هنا هو في حاجة اسمها ايه فوليوم مثلا ماستر، او فوليوم بوستر، او فوليوم اي فوليوم حاجة، ماشي؟ فانت المفروض بتعمله داونلود، واول ما تعمله داونلود تشغله اكتف، فتيجي هنا هو هيتفتح لك هنا هو لما تيجي تفتح. انا مثلا قفلت الاكستنشن ده وانا اوريدي في الصفحه دي، الصفحه بتاعتي، فانا هدوس على الاكستنشن واروح دايس على الفوليوم، واول ما تدوس عليه مره واحده ما تدوسوش مليون مره بعد اذنكم. زي ما انتم شايفين هي على 80. انا بصوا هسمعكم عشان تعرفوا الفرق. بصوا الصوت ازاي مش واضح. لما ادوس على الفوليوم ماستر هيتفتح لي. بصوا الزباين، بصوا انا كنت بسمع ايه الزباين زي ما انتم شايفين. بس خلوا بالكم، خلوا بالكم يا جماعه ان كنتوا ما تسيبوش الصوت عالي قوي، عشان لو سبتوا الصوت عالي ودانك بتسمع موجات تانية في وسط الكلام فممكن تطرش، ماشي؟ فانتوا اللي انتوا محتاجينه بس تستخدموه. فهنا لو فتحناها هنقول هي بتقول والعملاء. طبعا اتاكد ان انا بكتب عربي. وقف، انا عايز اكتب فيها الزباين. زي ما انتم شايفين هنا هوت هي قالت والعملاء، ولا قالت والعملاء او والعملاء، يعني الفكره انها قالت و العملاء. اوكي، لو قالت والعملاء على طول ما بحطش الحاجات دي، لكن لو قالت و اروح حاط، لازم احط هنا الهاشتاج الاولاني اللي هو بتاع الالف، واروح ايه واكتب بعده الثلاث وحدات. خلوا بالكم في حاله ان انا كتبت الهاشتاج الاول بتاع التفكير ما بسيبش مسافه بينه وبين الستارز، عشان احنا عرفنا ان الستار قبلها بيبقى مفيش مسافه، بعدها بيبقى مسافه، وبعدها سيب المسافة واكتب بقية الكلام. في حالة انها كانت الستار الاول، يعني انا عملت كده الستار الاول، ماشي؟ او مثلا هكتب كلمة واو مثلا واروح حاطه الستار الاول، بسيب مسافة وبعديها اعمل الهاشتاج عادي، ماشي؟ فانتوا ركزوا في الحكاية دي عشان بتحصل مشاكل. لو الستار وقبلها الهاشتاج مفيش مسافة، الستار بعدها الهاشتاج في مسافة. طيب في حالة ان هو قال و
و مثلا لا ال و ال و ال اوكي، وبعديها رجع قال العملاء، يبقى احط الواو وبعديه كلمة العملاء على طول. في حالة ان هو قال و العملاء، بص انا بقولها ازاي، و العملاء، طولت في ال، اطول براحتي ماشي، ملكش دعوة، تكتبها والعملاء ماشي. يبقى هو لو قال و والعملاء هكتبها والعملاء، قال والعملاء هكتبها برضو والعملاء ماشي. امتى تتكتب كده؟ اهو لو قال و العملاء ماشي، تتكتب بالطريقة دي. لو قال مرتين كلمة العملاء، نصها واضح ونصها مش واضح ماشي، يبقى والعملاء، يبقى والعملاء اوكي، هنا والعملاء على طول ماشي. ركزوا في الحكاية دي عشان ما يحصلش مشاكل. يبقى انا في حالة اللي قال العملاء بكتبها الهاشتاج الاول وبعديها الستار وبعديها كلمة العملاء. في حالة ان انا بقول والعملاء بكتبها كده. طب في حالة بقول بس كلمة العملاء ما اتقالتش الأل مرتين، هقول و العملاء أو والعملاء، بتتكتب كده ماشي، ما تضيعوش فيها وقتكم عشان انت بتكتبوا غلط ماشي. في حالة ان هو هيقول وال وبعديها هيطول قوي في البتاعة، بعمل سبيس واروح دايسة ايه الهاشتاج بتاعي والتلات وحدات وبعديها عملاء، هو ما قالش قال تاني فما اكتبهاش ماشي. فهمتوها؟ فهي الفكرة زي ما قلت لكم، لو بيقول عم وبعديها وبعديها العملاء، يبقى هعملها ايه، ستار هاشتاج وبعديها عملاء، بدل نطق العملاء مرتين، مرة كانت مش كاملة ومرة كاملة، لو نطقها مرة واحدة بس نكملها مرة واحدة بس وما نكتبهاش تاني، وما نكتبش خالص لا ده لا الهاشتاج ولا الستار. يبقى لو هو بيطول في حروف الكلمة يطول براحته، ملكش دعوة بيه ماشي. كل ده طبعا غلط فهنلغيه ونسيب اللي الست قالته بس، وندوس اتأكد قبل ما اتحرك من مكاني ان دوست انتر او سيف، عشان انا هوت بيقول لي ان انا طولت شوية، مش مشكلة طول براحتي، المهم الحاجة تبقى صح. طبعا في ناس بتحصل عندها مشكلة تيجي تسيف يقول لها مش هينفع يسيف عشان انتي مخلصتيش الشغل. طب ليه لما تيجي تعمل سبميت يترفض انها تقفل الشغل؟ بتبقى هي لعبت في الحتة دي، الحتة دي زي ما انتم شايفين اخر حتة خالص في المسطرة بتاعتي، خلص الاوديو كله، واخر حتة اللي هي اللي بتتقال ساعات بتبقى فيها امواج وساعات بتبقى فاضية، هي المفروض ان هي وهي بتشتغل مع الاسف دست غلط بالمنظر ده، فهو لما جت تدوس غلط فهو عمل مشكلة هنا، هو اعتبر ان دي مش سيجمنت واحدة، او في بعض برضو المقاطع الصوتية هو اصلا مش مسيب اخر سيجمنت، مش قايل فيها اي حاجة. يعني انت لو بصيت هنا هو هتلاقي ما فيهاش كلام، هنا هو مثلا فيها كلام، لكن هتلاقي عندك في السيجمنت ديت هو مش حاطط اي كلام في اخر سيجمنت، فهو مش يعني الكمبيوتر بيقول له ان المقطع الصوتي لسه مخلص وهو مش مسيب فيها اي كلام. فهو الفكرة في ايه، انك انت مثلا ساي رحت جاي هنا عملت كده زي ما انتوا شايفين قطعتها، وجاي هو مش عارف، بصوا هو مش عارف هو اختار ايه، هو كل دوت انا لو دوست سبميت انا هات مش هيدوس لي. فانا دلوقتي يعني انا دلوقتي حالا اديني يا عم هو اتخلصت الشغل واتأكدت ان في عندي مفيش عندي مشكلة خالص في الموضوع ماشي، ودوست سيف ومفيش عندي اي مشاكل. لو انا جيت دوست هنا هوت سبميت مش هيرضى يعمل سبميت، ليه؟ لان انا مش مختاره السيجمنت الاخيره، بصوا انا اخر واحده عندي هنا اهو، لكن انا جيت هنا هوت بصوا دي السيجمنت اللي هو مسيفها اللي هي دي، انا بقيت التاسك بقى مفيش عندي هنا حاجه متقاله خالص عن المكان ده، اجي اعمل سبميت بصوا
بيقول لي مش هيقدر لانك انت عندك الساوند تايم بتاعك مخلص. فانا اعمل ايه دلوقتي؟ هتعمل حاجه من الاثنين، لو هي السيجمنت دي شبه ديت انا كل اللي هعمله هاجي اقف هنا اهوت عند الخط اللي شايفين الخط الجراي ده او على مدار البتاع ده، بس اغلبيه الاكتيف بتبقى عند الخط الجراي ده بس. اوكي هقف في السيجمنت اللي انا عايز اعملها اللي قبلها واعمل يمين شمال ماشي. هنا اهوت نفس الكلام، هاجي هنا اهوت هقف بالذات عند الخط الرمادي واعمل، بصوا يا جماعه انا هعمل دبل كليك واعمل دراج للاخر. طبعا هو مش هيقبل، لو انا عملت كده مش هيقبل حاجه، لازم اقف عند اخر. بصوا هي هتبان فين السهمين، بصوا طول ما انا قاعده كده اهوت ما عملتش حاجه برده مش هيرضى يسيف معايا لان في هنا حته سوده، انا لازم الحته السوده دي اخدها معايا. بصوا خلصتها خالص، اتاكد ان انا عملتها اعمل كليك، اول ما اتاكد ان مفيش اي حاجه سوده هنا هو، بصوا طول ما انا مش على الصفحه مش هيعمل كليك، اتاكد اني على الصفحه وادوس كليك، اتاكد بصوا اشتغلت اهي، بعد ما دوست كليك اشتغلت اوتوماتيك، عرفت انها سيفت. واتاكد هنا ان في كلام، لو مفيش كلام قلنا هنكتب ونسيف وندوس سيف. طب في حاله ان انا مثلا عايزه مثلا، معلش اجي هنا اهوت مثلا وعايزه هنا اهوت طلعت في موجه هنا اهوت، في ساعات بيبقى في موج هنا اهوت يا جماعه، طب انا اعمل ايه؟ اختار برضو الحته دي كده ماشي واسيف، وبعديها انزل تحت. هو مش هيقبل برضو لان هو ما سيفهاش هنا هو، هي مش مذكوره اصلا عنده، انا وقفت عندها اجي هنا هو واكتب مثلا invalid واختار السايلنت وادوس سيف. بصوا لما ادوس سيف ايه اللي هيحصل؟ هنزل تحت هلاقي الاتنين نزلوا تحت بعض. بصوا انا دلوقتي خلاص خلص كده التاسك ومفيش اي مشكله بالنسبه لي اعمل سبميت، بس انا قبل ما اعمل سبميت ما ينفعش احط اتنين اس ورا بعض، لازم الواحده فيهم تتدلت، فما دلتش اللي تحت ادلت اللي فوق يا جماعه وادوس ديليت، ما تدلتش ابدا اللي تحت دلت اللي فوق ماشي. لما ادوس ديليت زي ما انتم شايفين راح هو مدخلها على اللي بعدها، ما اعرفش ليه، بس هي المفروض ما بتدخلش عادة، ما بتدخلش خالص. هو اعتبرها برضو واحدة جديدة وهنعملها من اول وجديد. معلش كل ده في السيجمنت الاخيرة، بقية السيجمنت بتتقص عادي، بس هي السيجمنت دي غبية شوية. اوكي فانتوا تستحملوها شوية وتتأكد هنا هوت انك انت عملتها invalid، او لو فيها كلام هيبقى هتكتب الكلام وتعمل valid وتدوس save. اوكي انا مجرد ما هدوس قبل ما اعمل submit يا جماعة ارجع ابص كده بعيني في الحتة دي كلام مكتوب صح. مشكورة مرة ثانية والله يعطيك العافية. مشكورة مرة ثانية والله يعطيك العافية. عشان عادة في حاجات انت ما بتاخدش بالك منها هنا وبتبقى واضحة هنا، فانت لازم ايه تشيك على الاتنين وبالذات دي. مشكورة مرة ثانية والله يعطيك العافية. اتأكد هنا الاس، الاس ان هي كلها اشتغلت واسرع كده وما فيهاش اي ايه اي دوشة. مرة ثانية ارجع تاني اعيد اعيد لحد ما اتاكد ان مفيهاش اي دوشه. بصوا هنا اهوت ابدا من الاول. بصوا سامعين التكات دي؟ دي معناها ان فيها صوت، فانا ما ينفعش اكتبها اس، هي مكتوبه عندي اس، الاس دي غلط ماشي. لازم اتاكد يا جماعه انها مفتوحه اللي انا هسيف فيها، واروح جاي ادوس هنا على الاس هتتفتح لي الزد وادوس زد واعمل سيف. بعد ما ادوس سيف خلاص اتشالت من المربع ده يعني سيفت، طول ما هي في المربع ده يعني ما سيفتش، ما روحش لاي حاجه تانية. اجي افتح اللي بعدها واثقه وعلى كل يعني الاشياء كل الراحه ومرتاحه مره انه مشكلتي ومطمئنين انه الانسان في اياد الامين، يعني مشكلتي في اياد الانسان وانا ايش المشكله بالضبط في ايادي امينه، وانا ايش المشكله بالضبط نكون متساهلين في حلها، فهذا اللي احنا نبغاه يعني نكون مطمئنين. ايش المشكله بالضبط؟ بصوا خلوا بالكم هنا هو متساهلين في حلها. ايش المشكله بالضبط نكون متساهلين في حلها، فهذا اللي احنا نبغاه يعني نكون مطمئنين. بصوا هي ما كملتش مطمئنين يا جماعه، ما ينفعش اكتب الكلمه دي كلها، لازم تبقى ستار بس. ليه؟ قالت مطمن ما كملتش نين،
بما انها ما كملتش الكلمة كاملة يبقى ما تتكتبش، ما تتكتبش وتداس بدلها ستار، واتأكد ان هي اتسيفت، اعمل انتر اتأكد انها سيفت، ما سيفتش ادوس تاني انتر، ما سيفتش اعمل من الاس هنا. اوكي، المهم ان هي لازم تتأكد ان الحاجة اشتغلت صح. تعرفين كيف ايش المشكلة بالضبط؟ طريقة الإقناع، تعرفين كيف تعرفين طريقة الإقناع عملات عمر مثلك، يعني صوتك مرة مريح، عملات عمر مثلك يعني صوتك مرة مريح، الله يعطيك مرة يعني الله يجزيك كل خير على مجهوداتك وعلى وقتك. صراحة نبغى بصوا زي ما انتم شايفين في صوت في الخلفيه بدا من الحته دي. والله يجزيك كل خير على مجهوداتك وعلى وقتك صراحه، والله يجزيك كل خير على مجهوداتك وعلى وقتك صراحه نبغى. هي كانها بتعمل ورق او حاجه، اتاكد زي ما قلت لكم ان الاس دي كلها ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي صوت قبل ما تسلموا السبميت يا جماعه. بصوا اتاكدوا هنا ما فيش اي تشاينيز. مرة فرحانين من تعامل الشباب الكفؤ في مرة فرحانين من تعامل يعني الخدمات الشباب الكفؤ في الخدمات يعني الخدمات. وخلوا بالكم اخر حاجة لما تقول ايه ديت لازم تتكتب، وساعة ما بتسأل سؤال لو سمحتوا حطوا علامات اللي هي بتاعت الاستفهام، وتبقى لازقة في اللي ايه في اللي بعدها. لما هي مثلا هنا هوت وتأكدوا انكم بتكتبوا عربي، هنا اروح عامله علامة استفهام تبقى لازقة في الحرف اللي قبلها وفي مسافة بينها وبين اللي بعدها، عشان في ناس كتير قوي بتكتب الاسئلة من غير اي يعني بس ايه اسلوبهم في التعامل مع علامات استفهام تكون مرة جيدة، يعني بس اسلوبهم العملاء يكونوا مع العملاء تكون مرة جيدة عشان حتى العملاء يكونوا مبسوطين، يكون في موظفين كفؤ. أنا فعلا أتمنى إنه يكون في موظفين كفؤ. زي ما انتم شايفين في ناس هنا هو بتبقى بعد ما يخلص كف بتقول و، ودي ما بتتشالش وتتحط بدلها ستار، لا بتحط الواو تكتبها عادي جدا جدا سبيس وحرف الواو وتقفل على الواو، ما تكتبش ابدا بدل الواو دي سبيس اسمها ايه دي ستارز، ما تكتبش نجوم ماشي، ما تقعدش تكتب مع نفسك حاجات ملهاش وجود. بعد ما اتاكدت خلاص ورجعت واتاكدت ان مفيش اي تشاينيز ومفيش كلام كله صح والحاجات الغلطات اللي عندي صح واتاكدت كل حاجه، اروح اعمل سبميت وادوس confirm submission of this task. اوكي، اول لما هيقفل معايا التاسك هدخل على المكان اللي انا بقدر ان انا اجيب منه التاسكس. احنا قلنا مليون مره ان التاسكس عندنا ما بتنزلش في ماي تاسك الا في حالتين. الحاله الاولى هنا طبعا عشان اديته اكتر من اوردر فبيقول لي انا بسيف الكلام اللي انت بتقولي اصبري شويه، هو طبعا المنصه هنا بتبقى فيها كراود كتير، فيها زحمه كتير عشان كده عامله الدوشه دي كلها. في عندي في ماي تاسك ده بينزل فيه الريورك لو انت عندك شغل انت المفروض تعيده، وبتلاقي فيه التاسكات اللي هي تقدر تقول انا دلوقتي مثلا رحت فاتح التاسك وقفلت الكمبيوتر او قطعت الكهرباء وخرجت ورجعت مش هلاقي في ماي في ابلاي فور ورك، لا هلاقي في ماي تاسك التاسك نازل. اوكي، فما فيش اي مشكله والموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي مشكله. معلش هو على حسب الاوردرز اللي انا اديتها. اتاكد ان ما دوستش حاجه وانا بعمل سبميت، اي ساعات بتبقى مهنجه فخلوا بالكم وان شاء الله خير.